السلام عليكم. وصلنا لعند chapter 3 transcription and RNA processing. chapter إن شاء الله سهل وكويس. نبدأ زي دائما بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. overview of transcription. حكينا عملية الترانسكريبشن هي عملية إنه أنا أصنع RNA من DNA، خصوصا ال RNA شو بيكون نوعه؟ بيكون نوعه mRNA يعني messenger RNA. عملية الترانسكريبشن نفس عملية ال replication، DNA replication يعني، كثير في شغلات متشابهة بيناتها. أكثر إشي طبعا متشابه زي ما حكينا، قلنا أي ستراند المفروض تقرأ من أنا أقرأها من وين لوين، أنا وأنت نقرأها من 5 لـ 3، تمام؟ يعني الرأس هو 5 والذيل أو الإجرين هم 3، لكن البوليمريز يقرأها من 3 لـ 5 حتى يصنع لي سلسلة من 5 لـ 3. يعني أي سلسلة راح تصنع لازم تكون من 5 لـ 3، بالتالي لازم البوليمريز يكون يقرأ من 3 لـ 5. واضحة هاي إن شاء الله؟ شو اسم اللي أو شو الستراند اللي بدنا نشتغل عليها؟ طبعا تكون دي ان اي ستراند عشان نصنع منها ار ان اي ستراند. شو بده يكون اسمه اللي بده يشتغل عليها؟ بده يكون اسمه ار ان اي بوليمريز. كان في عندنا زمان ايش اسمه دي ان اي بوليمريز، بس هذاك عشان اصنع من الدي ان اي دي ان اي ثاني. بينما انا لما بدي اصنع من الدي ان اي ار ان اي يكون اسم البوليمريز على إشي اللي جديد بده يتصنع، بده يكون اسمه ار ان اي بوليمريز. ممتاز. وان حكينا انه بيكون دبل ستراندد، بشتغل انا على سنجل ستراند مولكيول، حتى عفوا بصنع سنجل ستراند مولكيول من برضه سنجل ستراند دي ان اي. بالنسبه للدي ان اي ما هو تو ستراندز، الستراند اللي بدي انا اقراها والبوليمريز بده يقراها هي اسمها تمبليت. حكينا تمبليت ستراند اللي بدنا نشتغل عليها يعني. بينما الستراند الثانية اللي هي بده يكون اسمها ايش؟ كودينج ستراند او انتي تمبليت، هاي ما بشتغل عليها. تمام؟ طيب هون اي سينثسايز ستراند، هون سينثسايز ار ان اي تكون 5 لـ 3 وتصنع، فبالتالي الار ان اي بوليمريز بده يمشي من 3 لـ 5 حتى يصنع لي انتي بارلل له اللي هي من 5 لـ 3. هسا اول ما يعني هسا الدي ان اي كثير كبير، فمستحيل انه يشتغل البوليمريز على كل الدي ان اي، بده يشتغل على مكان معين يعني. يعني الترانسكريبشن يدوب من 3 لـ 4% من الدي ان اي راح يصير ترانسكريبشن، فبالتالي الار ان اي بوليمريز لازم يلاقي مكان معين حتى يجي عليه، ولازم يشتغل على مكان معين وينتهي عند مكان معين. وبالتالي هون اللهم صل على سيدنا محمد، ال RNA polymerase وهو ماشي لحتى يكتشف المكان اللي بده يشتغل عليه بيلاقي اشي اسمه بروموتر. البروموترز هذول هم المكان اللي ايش ال RNA polymerase يتعرف عليهم، وبالتالي ينزل عندهم حتى يبلش عملية الترانسكريبشن. نهاية المكان اللي بده يشتغل عليه بيكون اسمه ايش؟ تيرمينيشن. تمام؟ وبالتالي عملية الترانسكريبشن تبلش بروموتر تخلص بتيرمينيتر. طيب ممتاز. شغلة ثانية انه البروموتر ها لا يعد من عملية ترانسكريبشن، يعني لا يعني ما بصير ترانسكريبشن بروموتر كبروموتر. يعني مثلا لو هسه حكيت لك بدنا نعمل سباق بيني وبينك، مثلا وقفنا انا وياك جنب بعض وكان في خط البداية وبعدين بلشنا نركض، خط البداية مش محسوب من السباق، خط البداية قبل، مظبوط؟ وبالتالي البروموترز ما لهم دخل، يعني البروموترز ما بصير لهم ترانسكريبشن، نيفر ترانسكرايب، ماشي؟ بينما الترانسكريبشن بتبلش على موقع قدام البروموتر، الموقع بسميه بلس 1، ماشي؟ يعني لسه قدام البروموتر بلس 1، يعني خلينا نعتبر البروموتر مثلا بالماينس، راح نجيهم هسه، بلس 1 ببلش انا ايش؟ العملية. طيب ممتاز.
إذا لو نيجي هون مثلا على الرسمة، بشوف في عندي هي البروموتر هون، مثلا بدنا نيجي على الجين هذا، بدنا نعمل ترانسكريبشن للجين هون، عندي بروموتر هون ترمينيتر، فبالتالي نبلش بالمنطقة هاي وننتهي بالمنطقة هاي، فبالتالي من وين بيكون، كيف بده يكون المشي؟ كل مشي من البروموتر للترمينيتر، هي عملية ترانسكريبشن شايفين السهل كيف. طيب ممتاز، المنطقة الثانية للجين الثاني نفس الشيء من البروموتر للترمينيتر. المنطقة الثالثة زي ما انتم شايفين هون، البروموتر هون بس الترمينيتر هون، بالتالي كيف عملية الترانسكريبشن تمشي؟ تمشي بالعكس، تمام؟ يعني بس كرسمة. طيب هسا نيجي لموضوع كثير مهم، كثير كويس حلو، اسمه types of RNA. شو هم التايبس لل RNA؟ في عندنا أكثر من تايب. طيب هسا لو أجي أحكي لك موضوع الشابتر هو ترانسكريبشن، ترانسكريبشن سن وعملية تصنيع الايش ال RNA من ال DNA، اي نوع من ال RNA هون بنحكي، ونحكي هون عن المسنجر RNA. تمام، المسنجر RNA هو المسؤول انه يصير ترانسكريبشن من ال DNA، المسنجر RNA منه وصلنا بعدين بروتينات، يعني بالتالي هو بشيل الانفورميشن للامينو اسيد سيكونس اللي بدي اصنعها، صنع فيها البروتينات من الريبوسوم، تمام؟ وبالتالي هو المسنجر ار ان اي هو الاونلي تايب اوف ار ان اي ذات از ترانسليتد، يعني بعدين عمليه الترانزليشن اللي هي ترجمه الار ان اي الى بروتين، اللي راح يترجم هو الوحيد اللي هو المين ام ار ان اي، هو الوحيد اللي راح يترجم، تمام؟ طيب شو اكثر نوع موجود بالخلايا؟ اكثر نوع اللي هو ال rRNA، ريبوسوم ال RNA هو الموست ابوندنت، اكثر شيء. الريبوسوم ال RNA وين بيكون موجود؟ بالخلية، بالنيوكليولس، بالنوية، جوا النواة، بالنيوكليولس بيكون موجود. فبالتالي هذا الريبوسوم ال RNA له علاقة بالريبوسوم، راح نجي له قدام. في عندي تي ار ان اي هو ثاني اكثر واحد، سكند موست كومن تايب. التي ار ان اي كاريز الامينو اسيد تو ذا ريبوسوم، يعني هسه برضه راح نجيها لقدام يعني، بس انه يعني حتى نعرف شو الواحد يشتغل بعد ما لما تصير عندي عمليه الترانزليشن اللي بيكون الام ار ان اي يترجم الى بروتين، بتدخل مين؟ تي ار ان اي، حتى ايش يصنع عليه الامينو اسيد. ماشي، بعديها بيجي المسنجر ار ان اي اللي هو يتصنع من الدي ان اي، وهو الوحيد اللي راح يصير ترانزليتد او ترانزليشن. طيب هسه في عندي نوع اسمه هيتيروجينس نيوكليار ار ان اي اللي هو اتش ان ار ان اي، في عندي سمول نيوكليار ار ان اي اللي هو اس ان ار ان اي. هذول الاثنين حكينا هسه قبل شوي، حكينا انه بتصنع عنا ايش؟ من الدي ان اي، RNA، أي نوع RNA؟ مسنجر RNA. بس المسنجر RNA أول ما يتصنع يكون بده تعديلات وقصقصة وتظبيطات وكذا، فلما يتصنع بيكون إيش؟ هيتيروجينس نيوكلير RNA وسمول نيوكلير RNA، بعدين ببلش يتقصقص ويتظبط وكذا لحتى يصير مسنجر RNA كامل. فزي ما أنتم شايفين هون مثلا حاطين بري mRNA، يعني لسه ما صار mRNA، بده قصقصة بده. بس هذول الاثنين مش موجودات، بس موجودات وين؟ باليوكاريوت فقط، ما بتلاقيهم بالبروكاريوت، ما بتلاقيهم بالبروكاريوت. هي بحكي لك هون انه فيهم عمليات البوست ترانسكريبشن البوست بروسس، يعني بعد ما يصير ترانسكريبشن في بروسس بتصير قصقصة تظبيط على الار ان اي، زي هيك شغلات، حتى يصير تعديلات بسيطة على المسنجر RNA حتى يصير مسنجر RNA كامل. وهون نفس الشيء، هم السمول نيوكليير مسؤول عن عملية، طبعا اثنين موجودين وين؟ بالنيوكليوس اوف يوكاريوت، بس مش موجودين بالبروكاريوت، موجودين بالنيوكليوس. السمول نيوكليير RNA ميجر فانكشن اللي هو سبلايسنج، سبلايسنج يعني قص، شيل الانترونز، انترونز زي ما اخذناهم وعرفناهم قبل، اللي هي سيكونسز موجوده جوا الدي ان اي او الار ان اي، بنسميها انترونز.
اللي بتكون على الحفاف اسمها اكسترونز. فالمسؤول عن قصقصة الانترونز اللي هو اللي دخل بالاس ان ار ان اي، فضل اثنين موجودين بس باليوكاريوت، وظيفتهم ايش؟ القصقصة والتعديل على الار ان اي. رايبوزايم من اسمه زي الانزيم، وبالتالي هو ار ان اي مولكيول وذ انزيماتيك اكتيفيتي. الرايبوزايم هو ار ان اي، نوع من الار ان اي بس يحتوي على انزيماتيك اكتيفيتي، تمام؟ موجود طبعا عند البروكاريوت واليوكاريوت. طيب سبحان الله. ال production of other classes of RNA، طبعا بحكي لك انه في اكثر من نوع RNA ثانيات، مش بس وظيفتهم not بس يعني not translated to produce protein but rather serve as a different rules in the process of the translation، له علاقات له شغلات ثانية. طيب بس هيك بحكي. طيب حلو، هسه نيجي لانواع الـ RNA polymerases. نرجع شوي للشابتر اللي قبل، تتذكر حكينا كان في نوع انواع الـ DNA polymerases عند اليوكاريوت والبروكاريوت. كان في انواع عند اليوكاريوت، كان في دي ان اي بوليميريز الفا وسيجما اللي هو المسؤول عن عمليه الريبليكيشن، الفا وسيجما، وكان في جاما من الماما، فبالتالي هو تبع الميتوكوندريال دي ان اي، وكان في عندنا سيجما، عفوا مش سيجما، كان في عندنا اي حرف الاي او ابسيلون، كانت وظيفته تعديل وما تعديل وشغلات زي هيك، مظبوط. على الجهة الثانية كان في عندنا البروكاريوت، كان في عندنا مين؟ حكينا البروكاريوت بيحبوا يرقموا الدي ان اي بوليمريز تبعهم، وكان في دي ان اي بوليمريز 3 هو اللي كان مسؤول عن عملية الريبليكيشن، كان في دي ان اي بوليمريز 1 هو المسؤول عن ايش؟ عن انه يشيل القطعة البرايمر ويحط بدالها دي ان اي، مظبوط. بالنسبة للار ان اي احنا بنحب نرقمهم، يعني باليوكاريوت بيكون مرقم ماشي. فبالتالي بالار ان اي بوليمريز عندنا بيكون مرقمين، في عندنا ار ان اي بوليمريز 1 2 3، كل واحد لازم نعرف شو بصنع، سهلين ان شاء الله صراحة. بالنسبة للبروكاريوت في ار ان اي مولكيول كبيرة اسمها هولوزايم، اكتبها عندك، اسمها هولوزايم. الهولوزايم عبارة عن اثنين الفا واثنين بيتا واحد سيجما، وهم خمسة، هم ايش؟ خمسة، اثنين الفا اثنين بيتا واحد سيجما، خمسة. بس بالنسبة للار ان اي بوليمريز عند البروكاريوت حكينا هو الفا تو بيتا بيتا وسيجما. السيجما هي ايش؟ required to initiation of ايش؟ transcription at the promoter. يعني لما يجي يركب ال RNA polymerase عند البروكاريوت مثلا بالبكتيريا يرتبط، ما بيشتغل الا لحتى السيجما تحكي له اشتغل. بس لما يجي يوقف في اشي مش سيجما له اسم ثاني اسمه رو، رو فاكتور هو المسؤول عن مين؟ عن termination of transcription. اذا بالبروكاريوت بنبلش سيجما، الانشيشن لازم سيجما، والوقفة لازم رو فاكتور، تمام؟ طيب ممتاز. هسه بحكي لك انه بالبروكاريوت ار ان اي بوليمريز انهبيتد باي مين؟ الفامبين. الفامبين هذا انتي بايوتيك، مزبوط، خصوصا لمين يستخدم هذا الفامبين؟ انتي تي بي، انتي تيوبركلوسيس، من أدوية السل، له سايد افكت مشهور جدا وحصري تقريبا له، اللي هو انه يخلي سوائل الجسم لونها برتقالي، سواء دموع او السلايفا او اي سوائل للجسم يصير لونها اورنج كلر، ريد اورنج كلر. هذا الريفامبين بيجعل البكتيريا بوقف الار ان اي بوليمريز عندها، تمام؟ فبالتالي ما بتصير في عندي عملية الترانسكريبشن. في دواء اسمه اكتينومايسين دي اللي هو انتي تيومر دراج، وبرتبط بالدي ان اي فبمنع الترانسكريبشن، يعني ما بيوقف الار ان اي بوليمريز، هو بس ايش؟ بيمسك الدي ان اي، فبالتالي ما بيخلي الار ان اي يمشي عليه، واضح؟ يعني الريفامبين بوقف الار ان اي بوليمريز، تمام؟
طب عندنا احنا مين بوقف ال RNA polymerase؟ وقف ال RNA polymerase عندنا اللي هو بعض السموم الموجودة بالمشروم، في بعض أنواع الفطر، بعض أنواع المشروم فطر بتطلع سم، فيها سم اسمه أمانتين. الأمانتين بوقف ال RNA polymerase عندنا ال eukaryotes. بينما ال prokaryotes مين بوقف ال RNA polymerase؟ ريفامبين دراج. طيب أنواع ال RNA polymerase عندنا ال eukaryotes، في عندنا RNA polymerase 1. ال RNA polymerase 1 بيصنع كل أجزاء الرايبوسوم ال RNA، يعني الرايبوسوم ال RNA له أجزاء بيصنعهم كلهم ال RNA polymerase 1 إلا جزء واحد. بس شو هم أجزاء الرايبوسوم أصلا؟ أجزاؤه في عندنا إشي اسمه 28S، في 18S، وفي 5.8 5.8S، وفي 5S 5S. ال RNA polymerase 1 بصنعهم كلهم ما عدا ال 5S. مين بصنع ال 5S؟ ننزل ال RNA polymerase 3 نعرف نشوف انه هي هو اللي بصنع ال 5S RNA، 5S ribosome. طيب حلو، هي اول شغلة عرفنا. ال RNA polymerase 2 هو المسؤول عن عملية الترانسكريبشن عندنا، يعني هو المسؤول عن تصنيع مين؟ ال mRNA. طيب ليش حاط لك هون HNRNA شرطة mRNA؟ لأن حكينا هاي هو نفسه الـ mRNA قبل ما يتظبط ويتقصقص، اللي هو pre-mRNA. هون إنه يصير إيش؟ mature mRNA. And some SNRNA اللي هو برضه نفس الـ HNRNA تقريبا. فمين مسؤول عنهم؟ RNA polymerase 2. إذا مين راح يمشي على الـ DNA حتى يصنع RNA؟ RNA polymerase 2. طيب 3 شو وظيفته؟ 3 حكينا بصنع ال 5S للرايبوسوم ال RNA، بصنع ايش كمان؟ tRNA. مهم اني اعرف انه هو اللي بصنع tRNA. احكي لك عن سم اس ان RNA مش مهم، لكن اعرف ال tRNA زائد ال 5S رايبوسوم ال RNA بصنعهم RNA polymerase 3. طيب بس في Transcriptional Factors، يعني لما يجي الـ RNA polymerase 2 يركب على الـ DNA بيجوا مع أصحابه. أهم واحد من أصحابه اسمه Transcriptional Factor 2D. الـ 2 مع الـ RNA polymerase 2، ماشي؟ Transcriptional Factor 2D بيجي مع الـ RNA D help to initiate transcription، يعني بيساعد على بداية transcription. مين؟ Transcriptional Factor 2D عند الـ prokaryote. مين كان يساعدها على initiation؟ تتذكر حكينا سيجما، سيجما هي فوق زي هي سيجما require for initiation of transcription. إذا عندهم سيجما عندنا transcriptional factor 2D. طيب قلنا هون عملية الترانسكريبشن كلها بتتوقف عن طريق الأكتينومايسين دي، الدواء اللي أنت تيومه. عندنا مين حكينا بوقف الـ RNA polymerase 2 اللي هو اللي عملية الترانسكريبشن. قلنا إشي اسمه ألفا أمانتين توكسين اللي هو توكسين من بعض انواع المشرومز الفامنتي، وقت بصير في عند الانسان ليفر فيلير يركز. طيب جدول على السريع بسيط. اذا بروكاريوت شو الاجزاء، شو البوليمريز الموجودات عندنا بالبروكاريوت؟ الار ان اي بوليمريز حكينا ايش اسمه؟ هولوانزايم عباره عن الفا 2 بيتا بيتا زائد سيجما، ماشي؟ هاي ايش الـ RNA؟ عندنا حكينا ثلاثة الـ RNA polymerase 1 2 3. 1 بصنع كل الرايبوسوم الـ RNA except 5S. مين بصنع 5S؟ طيب 3 مين بصنع معاه كمان؟ بصنع معاه الـ tRNA. الرايبوسوم الـ RNA عفوا RNA polymerase 2 بصنع لي الـ mRNA مع شلته القصقص أو ما قصقص، واضح؟ زي ما انتم شايفين هون الـ RNA polymerase 1 صنع الرايبوسوم الـ RNA بالنيوكليولس. كان الرايبوسوم الـ RNA صنع بالنيوكليولس وهو أكثر نوع موجود بالخلية. طيب عشان نبدأ عملية الترانسكريبشن شو نحتاج؟ عند الـ prokaryote حكينا نحتاج سيجما. عندنا ما في سيجما بس في ترانسكريبشن فاكتور 2D،
يرتبط قبل الـ RNA polymerase ما يرتبط، تساعد بعملية الانتشيش. بس حتى نوقف حكينا شو اللي بده يوقف البروكاري، حكينا في شيء اسمه رو توقف البروكاريوت، عملية الترانسكريبشن ترمينيت، تعمل ترمينيشن إلها مين الرو، عندنا ما في رو، ما في رو. طيب العملية هون توقف عن طريق مين بالبروكاريوت، عن طريق الريفامبين والأكتينوماسين بي. عندنا برضو الأكتينوماسين دي، بس ما الريفامبين ما راح يوقف، لكن عندنا بوقف الفامنتين من بعض أنواع الفطر. طيب تمام، شو بصير عندي بالضبط؟ اللهم صل على محمد، صليت على النبي، اللهم صل على محمد، سبحان الله، يعني كيف كل هاي المخلوقات العجيبة الله سبحانه وتعالى خلقها حتى تساعدنا وتعيننا على الطاعة، فالحمد لله رب العالمين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني كل إنسان يتعمق بالطب أو جسم الإنسان يكتشف قديش عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نيجي نبلش كيف عملية الترانسكريبشن تصير. يقول لك الـ RNA synthesized by DNA dependent RNA polymerase، بيجي الـ RNA polymerase بركب على الـ DNA، تبلش عندي عملية الترانسكريبشن. أول إشي يجي الـ RNA polymerase located، أول إشي يجي على الـ DNA ويبحث عن البروموتر، كان البروموتر هو الجزء اللي يجي يركب عليه، بس البروموتر binding site للـ RNA polymerase يركب عليه. بعد ما يركب عليه الترانسكريبشن يبلش begin، بس تتذكروا حكينا قبل ما يبلش لازم يجي عند مين ترانسكريبشن فاكتور 2D يركب، إذا كنت طبعا قاعد بحكي عن يوكاريوت. البروكاريوت لازم يكون فيه سيجما. طيب ويبلش، تذكروا بالـ DNA replication، كان الـ DNA ما بيقدر يصنع DNA لحاله صح؟ كان مين لازم يجي يبلش؟ كان لازم يجي تيجي قطعة RNA وتبلش، اللي هي حكينا اسمها برايمر، يعملها انزيم اسمه برايميز. هون no primer is required، no primer is required، ما في داعي للبرايمر لأن بدي أصنع RNA أصلا. طيب ممتاز، RNA polymerase بيمشي يتحرك، كيف بيمشي؟ من 3 إلى 5، على أي strand؟ template strand طبعا، coding strand ما إلي فيه. الـ RNA اللي بده يتصنع بتصنع من 5 إلى 3 direction، تمام، using ATP GTP أي شيء من عوامل الطاقة. طيب الـ RNA polymerase doesn't proofread its work، تذكروا حكينا بس الـ DNA polymerase عنده ايش عملية تصليح، انه يحط ريفيرس ويرجع ويصلح عن طريق الـ 3-5 exonuclease، مظبوط. الـ RNA polymerase ما بيصلح لأنه بيقول لك أنا عمري قصير، فما في داعي أتعب عمري وأضيع وقتي وليت تصلح، فما في بروفيت، فهو أقل دقة. طيب واللي بتصنع طبعا راح تكون كومبلمنتري وأنتي بارلل، زيها زي الريبليكيشن للدين. بس الستراند الثاني شو اسمها كودينج ستراند أو أنتي تمبليت ستراند، not used during transcription، ما لها دخل. تمام، يقول لك هي نفس راح تكون شكلها نفس شكل الـ RNA اللي قاعد يتكون، مظبوط، لأنه التمبلت قاعد الـ RNA polymerase يمشي عليها من 3 إلى 5، فبالتالي الكودينج بتكون من 5 إلى 3، والـ RNA اللي قاعد بتصنع برضه من 5 إلى 3، وبالتالي تكون نفس الكودينج ما عدا طبعا شغلة واحدة، إنه الثايمين مين بدل بده يكون يوراسيل. باي كونفيرجن بحكي لك انه من 5 ل 3 راح تصنع، وانها هي نفس الكودينج ما عدا الثيامين واليوراسيل. طيب هسه ايش؟ يقول لك عملية الترانسكريبشن بتبلش، تذكروا حكينا عند بلس 1 بيس، لانه انا خط البداية ما بحسبه، بحسب من بعده، فمن بلس 1 ورا بيكون ايش؟ ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 من جهة الـ 5، يعني لما اطلع فوق من جهة
3 لما انزل تحت الفون بالبلس بلس 2 بلس 3 او غيره. ترانسكريبشنال اند لما ايش؟ ار ان اي بوليمريز وصل عند التيرمينيشن سيكونس، وصل عند التيرمينيشن بوقع. طيب ممتاز. اذا هي عند البروموتر، ببلش من قدام البروموتر بلس 1، قبل البروموتر كلها ماينس، بعد البروموتر بلس، هاي ابورد داونورد. هاي الكودينج ستاندر هي انتي تمبلت، هاي التمبلت اللي انا بدي اصنعه، واللي بده يتصنع لازم يكون من 5 لـ 3، اللي بده يتصنع زيها زي دي. نيجي على بس لو بس نرجع شوي لورا، شوي نرجع لورا لعند ال ايوه انواع ال RNA polymerases. بس انه حكينا RNA polymerase 1 موجود وين؟ شو بده يصنع؟ بصنع ريبوسوم RNA، بالتالي ريبوسوم RNA وين موجود اصلا؟ في النيوكليولس، وهو الوحيد اللي بيكون موجود بالنيوكليولس RNA polymerase 1. لان الثانيات بالنيوكليوبلازم، كله بالنيوكليوس، بس مين جوا بالنيوكليولس؟ ريبوسوم RNA. طيب نرجع قدام، هون طبعا بدي اقول لك كيف بدي بلش. نفس الاشي نفس الحكي، نيجي على دبل ستراند نخليها سنجل ستراند، ونبلش ننسخ وعمل ونسنجر ار ان اي يصنع من 5 لـ 3 و و و و. طيب هاي التمبلت ستراند اللي انا بدي اشتغل عليها، هيها من 3 لـ 5، وهاي الار ان اي اللي تصنع من 5 لـ 3. هاي اللي فوق شو؟ هاي الكودينج ستراند اللي انا ما لي دخل فيها، لكن الكودينج ستراند لازم تكون، او هي راح تكون نفس الار ان اي اللي قاعد يتكون، لانهم اثنين بلشوا من 5، ما عدا التي بدل هيو، فهي نفس هاي نفس هاي، بس اليو بدل التي. هاي عملت اول شيء الدي ان اي، صار ترانسكريبشن، صنع لي ام ار ان اي. الام ار ان اي بصير ترانزليشن، صنع لي بروتين. تمام، عملت ترانزليشن، نجي ان شاء الله بكره. هسه مثلا حاط لك سؤال يقول لك during RNA synthesis the DNA template sequence TAGC ماشي would be transcribed to produce ايش؟ يعني هاي السيكونس لو سويت ترانسكريبشن شو راح تصنع؟ طيب اول اشي هاي السيكونس بما انه مش حاط لي ارقام، معناته هون رقم 5 وهون رقم 3، بالتالي هي بدها تكون من اليسار لليمين من 5 لـ 3، لكن ار ان اي بوليمريز لازم يقطعها من 3 لـ 5، يعني من اليمين لليسار، حتى يصنع لي ار ان اي من 5 لـ 3. فلما اجي من 3 لـ 5 يعني بدي ابلش سي جي اي تي. طيب سي جي اي تي لايش بده يتحول؟ سي بده تتحول لجي، او يكون معها جي، الجي مع سي، ال اي مع تي، بس انا قاعد بحكي عن ار ان اي ما في تي، الاي مع يو والتي مع اي، بالتالي شو بدها تكون؟ تكون جي سي يو اي، اللي من 3 لـ 5 بدك تطلعها زي الار ان اي بوليمريز. يعني انا قاعد بحكي عن ار ان اي بوليمريز كيف راح يطلع، فهي جي سي يو اي، الجواب هو يو. طبعا بقول لك هون عشان تختصر على حالك اذا ما بدك تفكر، احنا قاعدين نحكي عن ار ان اي، فبالتالي اي اشي فيه حرف تي لازم تستبعده، لانه ما فيش عندنا تي بالار ان اي. تمام. بس سؤال ثاني، حط لك سيكونس فوق سيكونس تحت، حط ترانسكريبشن. هسا بحكي لك ترانسكريبشن بيمشي من اليسار لليمين، بالتالي بما انه يمشي من اليسار لليمين بالار ان اي بوليمريز، فهو دائما بيقرا من 3 لـ 5 لما يطبع. فهي السيكونس معناته اللي بده يقراها هي من 3 لـ 5، هاي معناته التمبليت. اللي تحت شو هي بدها تكون؟ هاي الكودينج، هو بده يعرف شو اللي راح يطلع، شو الار ان اي اللي راح يطلع. تمام. طبعا الار ان اي اللي راح يصنع لازم يكون يبلش بـ5، هون كلهم ببلش بـ5. طيب حكينا عشان نختصر على حالنا،
اي ار ان اي بده يتصنع راح يكون نفس الكودينج ستراند ما عدا اليو بدل التي، هي الكودينج ستراند ما في اشي زيها، بس بدل اليو بدل التي يو كان التي هون هيو هون، هي الجواب الصح. وضحت هاي الكودينج، واللي راح يصنع راح يكون نفس الكودينج. اذا بدك تحلها شوي شوي هاي راح بلش من 3 ل 5، وشو راح يتكون عندي؟ جي معها عفوا سي معها جي، جي معها سي، تي اي سي جي اي يو مضبوط، لان الاي مع التي بس ما في تي، اي يو جي سي سي جي اللي هي السيكونس اللي هي قرأنا. طيب ممتاز، ما مصف الكود. طيب هسه رح نيجي نشوف البروكاريوت، خليها للفيديو الجاي ان شاء الله، البروكاريوت كيف تصير عملية الترانسكريبشن فيها، وبعد البروكاريوت ان شاء الله بنحكي عن اليوكاريوت كيف بتبلش فيها العملية. إن شاء الله أنها تكون أمور سهلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.